اليوم عندي أمسية تدريبية للأطفال السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، استعداد نفسي للامتحان. اليوم غادي نعلمهم يخرجوا عارفين كيفاش يتعاملوا مع ورقة الامتحان، كيفاش يتعاملوا مع منين يخرجوا من الامتحان، وغادي ندير لهم تأمل جماعي يعني استعداد نفسي باش كيفاش يتنفسوا، كيفاش يخدموا على راسهم، كيفاش ما يتخلعوش، كيفاش ما يكونش عندهم إحباط. وعندي نيت غنقدم جوائز للبنيسات اللي عندي ديال انهم كل نهار كنت كنخدم معهم توكيدات ايجابيه للنجاح، يعني كنت كنخدم معهم كل نهار تكتبوا انا استحق النجاح، انا كل شيء جميل، اي حاجه زوينه فيا انا. واليوم كيتوجوا غنعطيهم دبلومات بالنسبه للتوكيدات الايجابيه، عارفين بان وليدات يعني صغار، يعني السادس راه 12 عام 13 عام 11 عام باقي صغير، والتاسعة كلهم باقي صغار، يعني عندهم خوف عندهم إحباط. أنا اليوم غنحاول أني نعطيهم ثقة بالنفس، نزرع فيهم ثقة بالنفس، نعطيهم مهارة النجاح، نعطيهم مهارة كيفاش يتعاملوا في وقت أنهم عندهم التوتر والإحباط، كيفاش يكونوا مزيانين ويستمروا، كيفاش يتعاملوا مع ورقة الامتحان، كيفاش يسبقوا السؤال الأصعب على السؤال الأسهل على السؤال الأصعب، كيفاش ملي كيخرجوا من الامتحان الوليدات يعني دوزوا الماده الاولى تيقول لهم الدراري شنو درتو، كيقولوا لهم راه حنا درنا ودرنا، تيقول ليه صاحبه ودرتي خطا، كيصدق هذاك الخطا مأثر لي على الماده الثانيه. انا اليوم هاد الاخطاء كلهم غنطرحهم في الامسيه ديالي باش الوليدات ما يطيحوش في هاد البياج اللي تيخرج على الوليدات. غندير للوليدات واحد الفواصل تحفيزيه فيها يعني واحد الموسيقى اللي تزيدهم تشجيع، وغندير لهم في الاخير يعني رقصة ناجحون ناجحون إننا لناجحون.